موجز الأخبار من A1 TV، أهلا بكم. أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبشات مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع كما ورد من مجلس النواب. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع ليشمل كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها قياسا إلى دخله المتآتي من مصادر مشروعة. أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الشعب اللبناني بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها. وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الطبية في القطاعين العام والخاص لتوفير جميع ما يلزم من مواد ومعدات طبية. ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصراع في أفغانستان يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الأمني في روسيا. وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ونقلت وكالات الإعلام الروسية عن بوتين إن موسكو لا تريد دخول أفغان متشددين تحت غطاء اللجوء. أكد مسؤول في حلف الناتو أن 20 شخصا على الأقل قتلوا خلال الأسبوع الأخير في مطار كابول ومحيطه على خلفية عمليات الإجلاء المتواصلة من المدينة منذ سقوطها في قبضة حركة طالبان. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الأزمة خارج مطار كابول مؤسفة ونركز على إجلاء جميع الأجانب في أسرع وقت ممكن. ولفت المسؤول إلى أن قوات الناتو المنتشرة في المطار تلتزم بالابتعاد لمسافة محددة عن مناطقه الخارجية بغية تفادي أي اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية قبل أسبوع. وإلى أخبار الرياضة، حيث توج الرجاء البيضاوي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب اتحاد جدة السعودية بضربات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة بعد نهاية المباراة بالتعادل لأربعة أهداف لمثلهما في ملعب مولاي عبد الله بالرباط. وفاز الفريق البيضاوي بلقبه الثاني في المنافسة بعد أن أحرزه عام 2006. وخرج آلاف من أنصار الرجاء لشوارع مدينة الدار البيضاء بإطلاق شعارات تمجد ناديهم بعد لقبه العربي الهام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.